صباح الخير لكل مشاهدي الإخبارية السورية وين ما كنتوا عم تتابعونا. إن شاء الله يا رب هاليوم يحمل معه كل الخير وكل البركة، وإن شاء الله كل أمنياتنا تتحقق، وما في أحلى إنه في الصباح ونكون رايقين وهيك نطلب من الله طلب، وإن شاء الله هيك بيتحقق عند كل الناس. ظروف صعبة عم نمرق فيها وحرارات مرتفعة عم نعيشها، ولكن هيك إن شاء الله يا رب تكون هيك الصيفية رواء وانفراجات كتيرة. يسعد صباحكم، رح يكون معنا محطات كتيرة وعديدة بصباحنا لليوم، ولكن خليني صبح هايدي صباحو. يسعد صباحك يا ليا، كيفك لليوم؟ تمام. الحمد لله تمام. صباح الخير لكل حدا عم يتابعنا عبر شاشة الإخبارية السورية. يوم جديد وأسبوع جديد بيتجدد فيه الأمل والتفاؤل والطاقة الإيجابية، هدول الأشياء يلي نحن بحاجة إلهم اليوم وكل يوم لحتى نستمر بالحياة رغم كل الظروف. أكيد يا رب هاليوم والأيام الجاية بتحملكم كل الخير والصحة والرزق وراحة البال. محطاتنا عديدة ومنوعة، رح تكون اجتماعية طبية وثقافية، وأكيد رح نتعرف على أحوال الطقس، لكن مثل العادة فاصل ورجعين. معينا أكيد بصباحنا، وخلينا ننتقل ونقلب برزنامة التاريخ ونتعرف شو تسجل بمثل هاليوم. كل يوم تتولد أحداث جديدة وبتتسجل برزنامة التاريخ وبتشكل ذاكرة منسترجعها مع بداية كل صباح. اليوم بـ 24 حزيران خلونا نتعرف على أبرز هي الأحداث. بمثل هاليوم من عام 1497 جون كابوت يهبط بجزيرة نيوفاوندلاند الكندية ليكون أول مستكشف أوروبي بعد الفايكنج ينزل بهذه المنطقة من أمريكا الشمالية. وفي عام 1859 نشوب معركة سولفرينو بين فرنسا والنمسا، والتي كانت السبب المباشر لتأسيس الصليب الأحمر على يد سويسري جان هنري دونانت. بعام 1910 غزت اليابان كوريا، وبعام 1932 استقلال وإعلان الدستور في تايلاند. هاليوم شهد ولادة عدد من الشخصيات يلي كان إلها بصمة مميزة. بعام 1883 فيكتور هيس عالم فيزياء نمساوي وحاصل على جائزة نوبل في الفيزياء بعام 1936 لاكتشافه الأشعة الكونية. وأكيد مشوارنا الصباحي رح نبدأ فيه مع الفقرة التربوية والنفسية. يعني فينا نقول أنه طلاب الشهادة الثانوية والإعدادية قربوا يخلصوا امتحاناتهم بعد سنة كاملة من التعب والضغط يلي كان خلال هي السنة يلي بتوقف فيها تحديد مصيرهم. وفينا نقول أنه كتير من المواقف، كتير من الأمور يلي صارت معهم خلال هي الفترة سببت لهم نوع من الأحباط، من التوتر، من القلق النفسي، يمكن لأنه البعض ما حالفوا الحظ وما قدر يعمل منيح لأسباب وظروف معينة. فكتير مهم هون يكون في دور للأهل حتى يعرفوا كيف ممكن يطالعوا أطفالهم أو طلابهم من هاي الحالة. نحكي أكثر مشاهدينا عن الإحباط الامتحاني. بيسعدنا أنه يكون معنا لليوم الاختصاصية التربوية ميس عليا. يسعد صباحك. يسعد صباحكم. أهلا وسهلا فيك. أحلى صبايا وصباح المشاهدين. اهلا وسهلا فيك يا ميس. صباحك. يعني بالبدايه هيك حكينا نحن بحلقات قبل كيف بنتحضر للامتحان، ولكن يمكن المواقف الاصعب هي بتكون ضمن الامتحان. التواسع بكره او الاثنين او بكره اليومين بيخلصوا التواسع، ولكن البكالوريا لسه عندهم كم ماده، خلي كمان الاثنين لكن رح يخلصوا. ما بدنا ننسى انه اكيد للبكالوريا في تكميله، واكيد الشيء اللي ما قدمناه ما بدنا اياه ياثر على المادة الباقية. يعني خلينا لكن هيك نحكي ضمن الامتحان كيف فينا هيك نكون نحن صح وريلاكس.
تمام. أول شيء بدي أعرف على الإحباط، شو يعني الإحباط الامتحاني؟ مثل ما حكيتي حضرتك إنه الشخص أو الطالب بمر بكتير بمواقف بتخليه يقلق يتوتر، هذا الشيء طبيعي، هذا الشيء طبيعي وهو محفز له، بس لما هذا الشيء بيزيد عن حده بيصير هو عائق وما بيقدر بقى بيعيقه عن أداء مهماته، وممكن يوصل لمرحلة من الإحباط الامتحاني. الإحباط الامتحاني اللي هو نوع من أنواع الإحباط، يعني هو الطالب ممكن يشعر باليأس، ممكن يشعر بالضيق بسبب شو السبب، ممكن انه هو انضرب بمادة او حسب انواع الطالب، الطالب اللي همه بس النجاح اذا ضرب مادة كبيرة او حس انه راح يرسب فيها راح يصير معه احباط، او الطالب المجتهد كتير اذا راحت له علامة او نص علامة ممكن يتضايق ويصير معه احباط. هذا الاحباط بيخلي عنده تدني، سوء بالمزاج، بيخفض معنوياته، بيفقده الثقة بنفسه، ومثل ما حكيتي كمان انه ممكن يأثر على الخطوات الجاية ويعطل الخطوات الجاية اللي هي مثل انه بدنا نحن نستغل هالسنة، مشوار العمر كله بدي استغله انا بهالسنة. هذا هي صح فكرة صعبة، بس مثل ما انها الحياة مراحل وهي صعبة فنحن بدنا نستغلها، ما فينا نوقف طبعا المكان. بدنا نستغلها وبدنا نحاول نشتغل على حالنا حتى نطلع من اي تحدي او عائق نحن منمر فيه. تمام. يعني منشوف الطالب عايش بدوامة من المشاعر السلبية، من القلق اللي ممكن يكون موجود قبل فترة الامتحانات وهنن عم يحضروا يراجعوا موادهم، واثناء الامتحانات وايضا بعد الامتحانات، هون يمكن الاحباط الكبير وقت اللي بدها تطلع النتائج. خلينا نوضح شو هي الأسباب يلي بتدفع الطالب لحتى يوصل لهي المرحلة. بما أنه لسه في يومين لحتى يخلص الامتحان، فكتير مهم أنه نحكي عن الإحباط اللي بعد الامتحان. هلأ الإحباط اللي بيكون أثناء الامتحان تمام، ولح نخلص الامتحان ما عاد فينا نعمل شيء، بس الإحباط اللي بيكون بعد الامتحان أنا شو أسبابه؟ أسبابه كتيرة، في كتير عوامل تسبب هالإحباط. هو الضغط بالبداية، الضغط الطالب، الضغط اللي هو عامله لحاله، الضغط النفسي أنه أنا توقعاتي كبيرة، هدفي كبير، أنا لازم حقق هيك، بس بنصدم، صار في فجوة بين توقعاتي وبين الشيء، سوء أداء، صار في عندي سوء بالأداء. وكمان الضغط من قبل الأهل والمحيط الاجتماعي يعني، ورفع توقعاتهم. هلا هو صح أنه نرفع توقعاتنا بولادنا، بس ما لازم نعبر أو نصرح هالشيء. ليش؟ لأنه بحال فشلوا رح يتعرضوا لأحباط، بس بحال نجحوا نحن رح نكون محفزين تمام ونصرح ساعتها عن هذا الشيء. فهذا الضغط من قبل الأهل وخوف الطالب أنه أنا ما رح أكون عند حسن ظنهم، شو بدهم يحكوا، رح أخذلهم، هذا كتير بيعمل إحباط. بالإضافة لشعور التعب والتوتر والقلق بسبب هالامتحانات المتتالية أو بسبب عدم استثمار الوقت. نعم ميس، أكيد في نوعين من الطلاب، الطلاب المهملين والطلاب يلي كتير بيكون عندهم حالة من الستريس وبس بدهم يجيبوا علامات. نحن خلصنا الامتحان وبدنا نروح على الويك إند، بدنا نتنفس، كان عنا كتير ضغوطات هالسنة. بهي المرحلة يعني ذكرتي حضرتك أنه بيكون الطالب أو الأهل شوي هيك عندهم حالة من القلق، عندهم حالة من أنه شو النتيجة رح تكون، فبنخصوا عيشة الطلاب. ما في تعمل هاي الشغلة ليطلعوا النتائج، بركة ما عملت منيح انت، او حتى بيمارسوا الابتزاز العاطفي في اهل انه اذا ما جبت انا ما بحب، ما رح حبك، مثل انه بيعمل غيرة بين الاخوة انه انا لا اخوك صار انه لا اخوك احسن، لا اخوك كذا، اذا ما رح حبك ما رح جب لك مثل اخوك. فهل طب هل 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 يعني ترددات الكثير من الأحاديث يوم الأهل كيف فينهم يكونوا خلص شيء ومضى يعني وفي تكملة وفي سنة تانية يعيدوا خاصة البكالوريا، خلينا نحكي هون الأهل كيف لازم هون هيك يكون دورهم. المشكلة هو الأهل، هي نحن تعودنا هيك على أيامنا، كان إنه هذا الضغط عادي شيء طبيعي، بس هلأ إنه الجيل هل ما بقى يتحمل، وهذا الشيء معهم حق. فنحن بدنا نبلش بالأهل، الأهل بدنا نغير هالثقافة السائدة إنه أنا قيمة الطالب مو بعلاماته، مو القيمة بتحصيله العلمي، القيمة مو القيمة كمان بالشهادة الجامعية، في أنا عندي قدرات متفاوتة كمان، في سوق العمل بحاجة لمهارات مو بس شهادة جامعية يعني. صحيح. نعزز هاي الفكرة عند الطالب، وكتير لهيك منلاقي مثلا كتير أطباء هنن ناجحين
بمجالهم، بس كمان راحوا على التمثيل او على الاعلام، فعم ينموا مهاراتهم. نشتغل على الطالب من هالباب وعزز هذا الشيء عند الاهل، يعني خلين عند الاهل خلين يقتنعوا بهذا الشيء حتى ينقلوا للطالب ويبعدوه عن الاحباط. بالاضافه الاهل انه لازم يشجعوا اولادهم دائما بالكلام الحلو، الكلام التشجيعي اللي بيعطيهم حافز. حكينا قبل عن التحفيز الذاتي والتحفيز الخارجي، دور الأهل بتوفير بيئة من الحب، من الأمان، من الكلمات التحفيزية، من عدم رفع التوقعات. كمان يقعدوا مع الطالب يكونوا المستمع، المستمع فأنا اسمعه، خلي الطالب يعبر عن مشاعره، يعبر، أعرف شو مشكلته، بدي أعرف أنا مشكلتي وين، مشكلته وين، مشكلته ما عم بيركز، مشكلته هو بوادي وعقله بوادي، مشكلته بحاجة لا، في كتير طلاب بحاجة مثلا انه انا امي تضل جنبي حتى بس ادرس، بس هيك بس حس انه حدا جنبي او حدا زميل دراسة جنبي. فبدي اعرف انا وين مشكلة الطالب، خليه يعترف بمشكلته وناقشه فيها وحاول حلها معه، حاول يكون سند الأهل، سند داعم، مرشد، موجه، ناصح كمان لهذا الشيء، وأعطيه مو بس هيك حلول. ممكن الطالب عنده صعوبات تعلم، ممكن بده دروس إضافية، ممكن يكون يعني ليك الأهل هنو دائما دائما هنو السبب إنه يا يرفعوا حتى أكيد. من زمان يا يرفعوا الطالب يا أما ينزلوا، لأنه ضغوطات كبيرة. نحن في كتير أهل بيستهونوا إنه أنت شو عندك بس عندك هالدراسة، نحن عنا هموم كتيرة وديون ومشاكل وحياة، مشاكل حياتية كبيرة، بس كل واحد بيقولوا همه على قده، هم الطالب هم كتير كبير. احنا بدنا نعرف كيف نستغله، خاصة انه هو بفترة حرجة، يعني بفترة كتير صعبة، فالأهل لازم يكونوا ايد بايد مع أولادهم دائما وسند وداعم لأنهم بكل صحيح خطوة. يعني يمكن ما يسلى الأهل دور كتير كبير بهذا الموضوع، لكن يمكن كمان في عدة أمور بتسبب أحباط امتحاني عند الطلاب. نشوف يمكن رفاق السوء يلي ممكن الطالب طلع من امتحانه بتلاقيهم عم يحلوا الأسئلة، عم يحبطوا بعض، عم ينشروا السلبية والتشاؤم. هذا الشيء قديش ممكن اليوم يأثر على شخصية الطالب وممكن ما يكونوا يعني صحيحين، بس رغم هيك عم يأثروا عليهم. أكيد هلأ مثل ما حكينا أنه الجو الوسط الاجتماعي أنه هو ممكن يكون داعم وممكن يكون محبط، والرفاق أنه من هذا الوسط الاجتماعي صحيح. ففي كتير ناس أو رفقات بيتعمدوا قصدا يحبطوا الشخص انه انا هيك انا درست هيك، انا بيحاولوا يبثوا عبارات ترهيب وتخويف لرفقاتهم. فانا بنصح انه دائما انه حتى الطالب لما بده يروح يتسلى او يطلع مع رفقاته عادي او يشوف رفقاته، بس يحاولوا قد ما فيهم لا يحسبوا علامات، لا يجيبوا سيرة الدراسة ابدا ابدا ابدا، خلص هيك انا بعد حالي عن اي مؤثرات. يعني تماما، يعني حكينا كثير عن الاحباط الامتحاني قد ايه ممكن ياثر على مستقبل الطلاب بعدين. هلا كثير من الاشخاص بيقولوا خلص انا رح اقدم شو ما كان لانه انا اوريدي حعيدها سنه الجاي او حقدم بالتكميلي، ولكن هيدا الاستهتار بجوز هو عامل منيح سنه الجاي ما يعمل هالقد منيح بسبب الخوف. تماما، فخلينا نحكي اليوم لما نحن نعمل خطوة، إن كانت امتحان، إن كانت نجاح، إن كانت أي شيء بالحياة وفشلنا فيها، كيف نقدر نرجع نوقف على إجرينا نحن كمراهقين؟ خلينا نقول لأنه التاسع بكالوريا ينعدوا من المراهقين، كيف فينا نرجع هيك نتخطى، نمشي، نكفي ونتجاوز هالأحباط؟ هلا أول شيء بدي أبدأ من نفسي، ما حدا بيدعمني إذا أنا ما كان بدي أعمل هيك وبدي أتجاوز هالأحباط، مين ما أجا يشيلني ما حيقدر. فأنا بدي يكون عندي ثقة بحالي، بدي أقوي، بدي أعمل خطة تحفيزية لنفسي، بدي أقوي حالي، بدي أدعم ذاتي، بدي أغير من خطتي اللي كنت حاطة. بجوز أنا كنت حاطة هدفي أدخل صيدلي، أدخل طب، بس شاءت الظروف أنه أنا ما مشي الحال، أو كان هذا الأحباط مو سببه أنا، سببه تقصيري، بجوز صار حالي مرضية عندي، بجوز نسيت سؤال. إنسان معرض لكل شيء، فأنا بدي أغير الخطة اللي أنا حاطت بحيث اني ادور على شغفي والشيء اللي انا بحبه وقاطعه مع اهدافي. شوفوا هذا الشيء وين موجود.
هيك أنا بقدر أتقبل الفشل، أتقبله وأعتبره أنه هو جزء من مرحلة تعليمية. يعني هو الحياة كلها نجاح، يعني ما بصير حياة كلها نجاح أو حياة كلها فشل، الحياة هيك وهيك، والفشل هو اللي بيحسسنا بقيمة النجاح، وهو جزء من مرحلة تعليمية، وأنا لازم انتبه وفكر أنا كيف بدي أنقذ ما تبقى من الوقت. أنا عندي هالمرحلة هاي هالامتحانات التكميلية، بدي خفف قد ما فيني من الخسائر، وبدي حاول أنا أنقذ الشيء اللي ضل عندي، وبدي أبحث على الوسط الداعم، ممكن روح على أي شخص عنده راحة إيجابية، عنده راحة بيقدم لي راحة نفسية، بيعطيني طاقة إيجابية، ممكن ستي، جدي، أمي، معلمي المفضل، أحكي معه، أخذ إرشادات منه، توجيهات، ما كون لطيف مع نفسي، ما أجلد نفسي باللوم وبالحسرة وبالعتب، لأنه اللي راح راح. أكيد. أنا بدي طلع لقدام، دائما بسعى ودور على التفاؤل وبشتغل على هذا الشيء. تمام، يعني بالختام حاولنا نركز على كثير من النقاط المهمة حول هذا الموضوع، ونتمنى أكيد من الأهل الوعي أكثر والدعم النفسي والمعنوي للطلاب. شكرا كثير لك يا ميس. شكرا لكم، بتمنى النجاح لكل الطلاب، بتمنى التحضير الجيد لكل الطلاب، وبتمنى دائما أنه كل طالب يعرف نقاط القوة ونقاط الضعف عنده ويشتغل عليها منيح، والأهل بتمنى من الأهل دائما دائما ما يربطوا النجاح بالدرجة التعليمية وبدرجة التحصيل، ودائما يبحثوا عن مهارات الطلاب اللي هي بتوازي الشهادة الجامعية، وبتمنى النجاح والتوفيق للكل، ويسعد صباحكم. أكيد، ونحن بنضم صوتنا لصوتك، وأنا لي رجاء خاص عند الأهل، أي مشكلة بيعانوا منها لأولادهم أكيد صار في أخصائيين تربويين نلجأ لهم، وميسة يعني أنت من خيرتهم. شكرا لك، وشكرا لطاقتك الحلوة. شكرا لكم، نورين صبايا. شكرا. أهلا وسهلا فيكي. تعد عمليات تصحيح النظر بالليزر هي أهم وأشهر العمليات يلي تجرى للعيون، وصار الكثير من الناس بيلجؤوا لحتى يحسنوا نظرهم من خلال عمليات بسيطة دقيقة وبنفس الوقت نتائجها ممتازة. رح نتعرف أكثر على الفرق بين الليزر، ليزك، وتقنيات جديدة يمكن صارت يعني صرنا نسمع فيها بشكل كتير بين الناس، لكن رح نتعرف عليها أكثر ونحكي مع الدكتور أحمد سليمان، مصلي أخصائي بأمراض العين وجراحتها. صباح الخير دكتور. صباح النور. صباح الخير. صباح الياسمين. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا. بداية دكتور، يعني شفنا التطور الكبير اللي صار بالطب وتحديدا طب العيون، اليوم عندنا تقنيات علاجية جديدة بتصحيح البصر، خلينا نوضح أنواع هاي التقنيات. تمام. هلا هو ما في شك هذا العلم ما بينتهي، يعني دائما في تطور مستمر. يعني من 400 سنه كانت اساسا اول ما اكتشفوا انه ممكن واحد يحط شيء قدام العين يقدر يشوف منيح، بعدين من شيء 200 سنه اكتشفوا قصه النظاره انه ممكن واحد يلبسها ويشوف احسن، ضل هالموضوع هيك للثمانينات. بالثمانينات ظهر الليزك او تصحيح البصر. اول شيء بلش تقنية جراحية، مشان هيك ما زال لحد هلا بيتسمى جراحة، بس هو عمليا هو ليزر، يعني جهاز الليزر بقوم معظم الشغل. يعني ما في هالجراحة مثل ما الناس تفكر انه في مشارط وسكاكين وخياطة وقطب، لا اكيد ما في شيء. هي اسمها جراحة أسوأ الانكسار، لكن حاليا الجهاز الليزر بيساويها. الناس حافظتها من ايام الثمانينات لما كان في قبل الليزك عملية التشطيب اللي بسموها، مشان هيك لحد هلا في ناس بتسميها انه انا بدي اعمل تشطيب للقرنية. هو ما عاد في شيء تشطيب، التشطيب القديم انتهى، وانتقلنا للأجهزة اللي بلشت تشتغل بأول التسعينات للتقنية الحديثة اللي بتغير شكل القرنية من الشكل الخطأ لتصير بالشكل الصح، مما بيخلي المريض يقدر يشوف كويس. بيعتمد أجهزة الليزر على تسطيح أو زيادة تقبب القرنية لتغيير شكلها للشكل الطبيعي، وهي التقنية ما زالت عم تتطور لحد هلا. يعني كل 6 شهور في عنا ابديت جديد، بتنضاف حالات ما كانت تصلح بصير نقدر نصلحها، والحالات اللي كنا عم نصلحها بشكل بسيط صارت تتصلح بشكل اكثر دقه. يعني تمام دكتور احمد، هيك خلينا نحكي قبل ما نغوص بانواع الليزر والليزك
لآخره. خلينا نحكي مين من الأشخاص اللي ما بيقدروا يعملوا ليزر لعيونهم وأنواعه؟ في كتير من الأشخاص يمكن كبار بالعمر، ممكن ما عم يتجاوب معهم الليزر، صاروا عاملين كذا مرة. خلينا نحكي عن هاي الحالات الاستثنائية. هذا الخطف خلفنا نجي من الآخر، يعني مين ما بيصل له قبل ما نحكي عن اللي بيصل له، بعدين نحكي عن الأنواع ومين. هلا نحن العمر تقريبا اول شيء مهم جدا تا نقدر نساوي عمليه الليزك انه يكونوا الدرجات توقف التطور تبعهم. يعني شو اللي بيخلي الدرجات تزيد او تنقص؟ عاده العمر، النمو. بس يوقف النمو تثبت الدرجات. اذا كل شيء عنده درجات متغيره، لساته عم ينمو، لسه عم يزيد، ولسه عم، لانه هذا امر النمو تبع توقف الدرجات بيختلف جغرافيا بالعالم. يعني بالمناطق الحاره بيوقف النمو بأعمار مبكرة، بالمناطق الباردة بيوقف النمو بأعمار متأخرة. مشان هيك مثلا بيجي شخص بيقول لك أنا بعرف إنه قبل العشرين ما فيك تساوي، وفي أو بيجيك شخص تاني بيقول لك لا فيك على 16 تساوي. يعني كل واحد شو مصدر معلوماتك؟ يعني أكيد مثلا بالدول الإسكندنافية بيستنوا لبعد 22 حتى و 23 تا يوقف النمو تبعهم تا يثبت. بالدول الحارة أكيد ممكن يشتغلوا أكثر شوي. إذا القاعدة الأساسية هي انه يوقف النمو، ما عاد يصير عندي اي تغيير بالدرجات. نفحص المريض، بنرد نفحصه بعد 6 شهور بنلاقي انه درجاته ثابتين. هلا بشكل عام معظم الناس بعد ببلادنا يعني بعد ال 18 والشباب على 19 بيكون اكتمل النمو. ايه البنت بتكبر قبل الشاب، يعني البنت بيوقف على النمو بعدين الشاب على 19، وبالتالي ممكن نساوي ليزك بعد هذا العمر الا اذا كان في عندي اي تغيرات. هلا هي الحاله الستاندرد الاساسيه تبع العمر. يعني هلا بالنسبه للاعمار الكبيره هذا الشيء شوي مختلف عليه عالميا. بعض الناس تقول لك اذا صار معه ساد مي بيضه بالعامي، يعني بقى انت لما بتزرعي له العدسه بتصلحي له الدرجات، ليش تساوي له ليزك وتكلفيه بالليزك وبعدين تردي تضطري تزرعي له عدسه تصلحي له؟ خلص طالما بتستني ليصير معه بتزرعي عدسه. بس هذا الكلام يعني يقابل بشوي رفض، لانه وبركي ما صار معه طيب يعني الكاتراكت، يعني ليش انا احرمه بقى من وتخليني لابس نظاره؟ غيرك انه حتى الانحراف، يعني انا زرع العدسات اذا ما كانت ترك ما بتصلح له يعني. فمشان هيك القسم الاكبر بالعالم بيقول لك لا اشتغلي له شو ما كان عمره، بس طبعا بشرط ما يكون عندنا جفاف العين. جفاف العين هو اكثر شيء بيمنعنا نساوي ليزك. يعني المريض اللي عنده درجه خفيفه من الجفاف، الخفيفه بنقول له انه انت ممكن تضطر تحتاج تستخدم اطراد دمع اصطناعي طول العمر. يعني المريض اللي عنده جفاف متوسط او شديد غالبا ما بنساوي له، لانه فعلا ممكن يفوت بحاله جفاف شديد ويصير بقى بده علاجات، ممكن حتى القرنيه تتاذى. اذا جفاف العين هو احد الموانع المهمه حسب درجاته، اذا شديد ما بيتساوى، اذا خفيف بدنا نفهم المريض انه ممكن تحتاج اطراد دمع العين طول العمر. الحاله الثانيه المهمه هي او الشيء الثاني هو سماكه القرنيه. نحن عاده لما بنغير شكل القرنية موضوع بيتعلق بسماكة القرنية، بده يكون في سماكة كافية تاني قدر نشتغل. إذا مريض عنده شيء حالة معروفة اسمها القرنية المخروطية مثلا، فهي سماكته قليلة وهي عم تقل وهي في رقم معين دكتور لسماكة؟ هلا كمان هذا له علاقة بالعالم وله علاقة بقديش الدرجات بدك تصلحيها. هلا 555 ميكرون ببلادنا هي السماكة الوسطية، معظم الناس هي السماكة الطبيعية. إذا بدك تصلحي درجات كثير بدك سماكة منيحة، إذا بدك تصلحي درجات قليل حتى لو السماكة 500 ميكرون بتقدري تصلحي. إذا السماكة شغلة مهمة، وجود أمراض متطورة بروجريشن بتخلينا هلا من زمان مثلا القرنية المخروطية ما كنا أبدا نصلح فيها شيء. لكن هلا صار ضمن المراحل المبكرة صار فينا نقدر نساوي تصحيح مع شغلة ثانية اسمها التصليب لتأسعية القرنية مشان ما تتطور. طيب دكتور، يعني أكيد في شروط معينة لعملية تصحيح النظر، اليوم خلينا نوضح أكثر شو هي الإجراءات أو الفحوصات الطبية يلي مفروض أنه الشخص يعملها قبل ما يساوي أي عملية بخصوص النظر. هلا من الجميل جدا انه هي العمليه هي تخدير يعني على القطره، يعني حتى اقل من التخدير الموضعي، مجرد لوكال نقطر قطره من الساعه، وبالتالي ما له بحاجه تحاليل ولا تصاوير اشعه وكذا. لكن الشيء اللي بنساويه بالاساس هو صوره التوبوغرافيا. صوره التوبوغرافيا هو بدنا نعرف شو شكل القرنيه بالاول، فهذا عاده بعض الاطباء بيساووه بشكل مسبق عشان يدرسوا القرنيه، وممكن نساويه مباشره قبل العمليه.
اذا في خبره بتقدري تقري الصوره بسرعه، اذا في اي مشكله بتنبهي المريض انه نحن ممكن يكون عندنا شويه ريسك، اذا ما في مخاطره ما في فيك تفوتي تساوي العمليه بسلاسه. اذا هي الشيء الوحيد اللي ممكن يحتاجه المريض هي صورة التوبوغرافيا تبع القرنية اللي بتعطينا شكل القرنية اللي بدنا ندخل معلومات منها على جهاز الليزر عشان نقدر نساوي العملية. تمام دكتور، خلينا لكن ننتقل ونغوص برحلات وانواع عفوا الليزر. نحكي عن الانواع، نحكي عن تطورها، يعني حكينا انه اول شيء كان اسمه تشطيب الثمانينات. صحيح. ايه صحيح. هلا تطور تماما. خلينا نحكي عن الانواع وتطور الليزر حاليا بسوريا. هلا اول شيء يعني الحمد لله عندنا بالبلد اي تقنيه بالعالم بتجي فورا لهون، ما في شيء بيمنع يعني انه يكون شيء مو موجود عندنا، تقريبا كله موجود ان شاء الله، واي شيء فيه جديد بيكون جاي على الطريق. هلا الشيء الفرق، السؤال اكثر ناس بتساله انه ليزر ولا ليزك. تمام. صح. انه هذا السؤال دائما هو اشارة استفهام، ليزر ولا ليزك. اغلب الناس بتساله كانه هن عمليتين منفصلتين، انه هذا جهاز وهذا جهاز. هلا الليزك بنساوي نحن شريحه بنرفعها من سطح القرنيه وبنطبق الليزر وبنرجع الشريحه، بينما الليزر على نفس الجهاز على نفس المعلومات اللي بندخلها، بس بدال ما نساوي هي الشريحه بنقشط الطبقه السطحيه تبع القرنيه بشكل انه نخلص منها ما بدنا اياها، وبنطبق الليزر على السطح تبع القرنيه. هذا الليزر وهذا الليزك، نفس الجهاز نفس الغرفه نفس التخت، لكن في يعني بدايه العمليه بهي الطريقه بتختلف عن بدايه العمليه بهي الطريقه. هلا امتى بنشتغل ليزر امتى بنشتغل ليزك، كمان هذا مختلف عليه بالعالم. هلا في كثير اطباء بحبوا الليزر كثير، انه انا ما بدي ساوي هي الشريحه اللي حكيت عليها لانه لها شويه اختلاطات بتصير احيانا، مريض اذا فرك عينه اذا الجهاز اللي عم يقص الشريحه صار فيه اي مشكله، اذا كان بالاساس القرنيه فيها تحدب معين يعني ممكن يساوي لي مشكله بهي، ففي ناس قدر الامكان بتحاول تبعد عنها. ولكن الليزر نحن طبعا بنسميه البي ار كي اللي منطبقه على سطح القرنية بعد قشط الطبقة السطحية بشكل كشط سطحي، هاي ما بتصلح درجات كتير يعني بصراحة، ولا بتصلح انحراف كتير ولا بتصلح مد كتير، بتصلح ضمن رينج معين. لأنه قبل ما يكتشفوا هاي التقنية تبع وجود الشريحة أنه نرفعها ونشتغل بالقسم بين الشريحة وبين القرنية الأساسية، كان بس أول شيء ظهر هو الليزر، يعني قبل ما يلاقوا طريقة الليزك، فكان بيقدروا يصلحوا لحد 3 درجات 3.5 درجات، هذا الماكسيمم يعني اكثر شيء، ناس اللي عندهم 6 و7 ما يقدروا يشتغلوا لهم. بعدين وجدوا انه بالليزك فيك تشتغلي لحد 12 درجه اذا بتسمح الانحناء والسماكه، وهو رقم كثير كبير، يعني صرتي فيكي تصلحي النقص الشديد والمد لحد درجات معينه وكل الانحراف الموجود، لانه هذا سؤال ثاني كمان بيسالوا المرضى انه كمان انحراف بيتصلح والمد. صحيح كله بيتصلح طالما صورة التوبوغرافيا بتسمح، فكله بيتصلح، فينا نصلح المد والانحراف والنقص. حتى يمكن دكتور كثير من الناس يمكن ما بيتجرؤوا ياخذوا هي الخطوه بحياتهم ويساووا هدول العمليات باعتقادهم انه ممكن تسبب العمى، خلينا نوضح هي النقطه ونوضح نسبه نجاح العمليات. تمام. هلا الليزك عمليه كثير ظريفه، ليش؟ لانه دقيقه جدا، يعني انت عم تستخدمي جهاز ليزر عالي الدقه جدا، عم يطبق الليزر على منطقه محدده تماما، لا بيعبر لعمق العين ولا بيعبر برات المنطقه اللي انت مقرراها. يعني اذا الشبكيه سليمه، العصب البصري سليم، ما في شيء بيقرب عليه من اشعه الليزر، مثل ما الناس بتخاف انه انا عم يفوت الليزر بعيني ممكن انه انا اعمى، ليش بدك تعمى؟ هو موجود اساسا على هي الطبقه السطحيه على المنطقه المحدده. اذا لا يوجد عمى بعد الليزك او البي ار كي طالما المريض مدروس بشكل كويس، مشغول على الجهاز كويس، ومتابعته بعد العمليه بشكل كويس. هدول 3 امور اذا متحقق ما في عندنا مشاكل نهائيا، فاكيد ما حنوصل لمرحله انه يصير في عمى مثل ما الناس مفكره يعني، وما مسجل اساسا حالات من على مستوى العالم، يعني ملايين الناس صارت مساويه ليزك بالعالم. ما في ولا حاله هي يعني ما في لك ولا حاله، لانه في ناس سيئين الحظ يعني بصراحه، يعني ممكن تصير مشكله اساسا ما لها علاقه بالليزك، يعني صار هلا مثلا خسره بالشريان الشبكي المركزي اثناء عمليه الليزك، يعني هو بالصدفه يعني صارت هي القصه عند المريض،
احيانا عن تطبيق الجهاز السكشن اللي بيسحب العين مشان بالليزك مشان يساوي الشريحه، ممكن ارتفاع ضغط العين يكون عمل له سوء حظ للمريض ويساوي له انسداد باحد الاوعيه، او هو بالاساس في عنده مشكله وحرضها ارتفاع ضغط العين السريع. يعني في قصص مثل هيك، بس يعني حالات خلينا نقول 1 بالمليون، يعني كل مليون شخص ممكن شخص يصير معه هيك، وغالبا بيكون مو مدروس بشكل كافي، يعني مو موسع الحدقة، مو مفحوص قار العين، مو شايفين الشبكية، بيكون مريض عنده مشاكل قلبية ويعني المريض مو مدروس بشكل كافي، ممكن تصير عنده هاي القصة بالإضافة لسوء الحظ. تماما دكتور، خلينا هيك نركز على نقطة، انه بيقولوا انه هلأ اذا عملت ليزر بجوز يديني مدة زمنية محددة وترجع نعيد العملية صحيح. مرة ثانية، هل هالشي صحيح؟ وشو هي الحالات الاستثنائية اللي تعاد؟ لا مو صحيح. لا مو صحيح. مو صحيح. وشو هي الحالات الاستثنائية؟ يعني واغلب الناس بتسأل هذا السؤال لانه معقول مثلا حطيت هي الكلفة بدي ساوي هي العملية، ممكن بعد كم سنة انه بعد كم سنة بدي ارجع ساويها، يعني والله شغلة صعبة يعني شوي. يعني لا ما بيرجع، هو كل شيء برجع بقول لك، يعني كل شيء بتحققي فيه الشروط المضبوطه الثلاثه، اوكي بتدرسيه كويس على جهاز كويس بتتابعيه كويس بتاخذي نتيجه باذن الله طبعا 100%، خلص ما عاد يرجع، انتهى الموضوع. حالات قليله مثل المد مثلا عند ناس الكبار بالعمر، القرنيه بيكون لها ذاكره ميموري يعني، فعمليا النقص لما بنصلحه نحن بنشتغل على المنطقه نفسها اللي بتشوف تمام مشان نقدر نسطحها، يعني يصير اقل تحدبا. لكن بالمد اللي عم اقول انه بيكون وخاصه عند الكبار بالعمر، الصغار ما كثير بيتضايقوا من المد، يعني ان الكبار بالعمر هن اللي بيتضايقوا اكثر شيء من المد، لما بنشتغل على المحيط مشان ناثر على المركز، يعني بنخفف السماكه بالمحيط مشان المركز تزيد تقببه. هلا نحن عمليا العمليه هاي ممكن انه بعد فتره هالتاثير على المحيط اللي اثر على المركز ترجع الشبكه القرنيه تحاول تاخذ شكلها القديم. أوكي. يعني مثلا اشتغلتي صلحتي الشخص 5 درجات مد بصر، ممكن مثلا بعد كم سنه تشوفي صار عنده درجه او درجه ونص مره ثانيه، شيء بسيط بس بتقدري ترجع تصحيحها. طبعا دائما كمان مرضى بيقول انه انا ما عاد فيني اصلح مره ثانيه، فيك تصلح مره ثانيه وثالثه اذا الظروف بتسمح طبعا يعني. وبالتالي تصحيح النقص والانحراف ما بيرجع، خلص ثابت اذا اشتغلنا مزبوط. ولكن تصحيح المد احيانا عن بعض المرضى ممكن يرجع، وممكن نساوي له اعاده معالجه وبيمشي الحال. اوكي تمام. يعني بالختام حديثنا معك دكتور، يمكن صار في حل لكل شيء، ذكرت تقنيات علاجيه عديده لموضوع تصحيح البصر، وبنتمنى كل شخص يختار العمليه المناسبه لحالته. صحيح. بالختام بدنا نشكر وجودك معنا. تسلمي لي. شكرا كثير لك دكتور، شرفتنا ويسعد صباحك. شكرا لك. شكرا كثير. تسلم. اما هلا مشاهدينا فخلينا ننتقل الى المركز الثقافي العربي بابو رمانه، حيث قيم محاضره عنوان معا لمناهضة العنف ضد المرأة، تفاصيل أوفى خلينا نتابعها بالتقرير التالي. مجموعة سيدات حبوا يعرضوا أعمالهن بضم المعرض، أعمال متنوعة بين كروشيه ومكرمية ومفارش وحقائب وأشجار كريستال. المشترك أنه كلها من خامات وطنية، وإن شاء الله المعرض ينال إعجاب الجميع. أهلا وسهلا فيكم. عم نسعى لأنه نعطيها حقوقها، عم نسعى أنه نحاول نغير قانون الأحوال الشخصية مشان يكون السند الأساسي إلى هو القانون. هذا التراث ابتدى تقريبا يبعد عن الجو الوجوده، حاولنا نحيي هالتراث ونحاول نسبته، أهم شيء إثباته هو أكثر السعي له. فن العقد أو الدانتيل الخشن اللي هو متعارف عليه بدول أوروبا بالمكرمية، أصله العربي هو من القرن الثالث عشر.
كانوا النساجين العرب أول من يشتغلوا عليه وتعبوا عليه بهالشغل هذا. نحن حاولنا نعطيه جو جديد مودرن يكون يعني هلأ ماشي العصر، من تدخيل الأشغال اليدوية اللي له من خلال الأواعي، جداريات، مفارش، جزدين. ومحطتنا الأخيرة مشاهدينا رح تكون من عالم الفن والسينما، ورح نحكي عن إنجاز جديد بعالم السينما والطفولة بنفس الوقت. وبمناسبة اليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفال يلي صادف ب 12 حزيران، المخرج محمد سمير طحان عرض فيلمه بعنوان أماني في سينما الكندي بدمشق من إنتاج المؤسسة العامة للسينما وبالتعاون مع فريق شمس التطوعي. أكيد الفيلم سلط الضوء على قضية كتير مهمة ومنتشرة باعتبارها فعل مجتمعي وطبيعي ناجم عن الأزمة، عن سنوات الحرب يلي مرت علينا والظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة. نتعرف أكثر مشاهدينا على هذا الفيلم. يسعدنا أن يكون معنا لليوم الكاتب والصحفي والمخرج محمد سمير طحان. يسعد صباحك. صباح الخير. أهلا وسهلا فيك. صباح الخير ليا. صباح الخير لكل مشاهدي قناة الإخبارية. أهلا وسهلا فيك سمير. بالبداية خلينا هيك نحكي عن فيلم أماني. شو يعني أماني؟ ليش اخترنا هالاسم؟ وخلينا هيك نعرف شو قصة الفيلم، شو الفكرة؟ أماني هو اختصار لمجموع الأمنيات وبنفس الوقت أيضا لمعنى الأمان. بطل الفيلم هو طفل بعمر المدرسة الابتدائية الأولى، ممكن يكون صف ثاني أو ثالث بهذا العمر، بيحب المدرسة كثير، إلا أنه ظروفه الاجتماعية بتخليه أنه ما يكمل بالتعليم. زوج أمه بيرغموا على ترك المدرسة ليشتغل معه بجمع النفايات من حاويات القمامة. فهو بأحد الأيام هو بهذا العمل بيشوف مجموعة من الأوراق الممزقة، فهو عنده شغف للقراءة وحب للقراءة، بخبيهم تحت ثيابه ليروح على البيت وبيبلش يقراهم، هيك يوصلهم مع بعض ويقراهم. فبيطلع معه إنه هي رسالة من بنت اسمها أماني عم يعذبها زوج أمها وعم تطلب المساعدة. فتاني يوم من نفس المكان اللي لقى فيه عزته الدنيا انه هو عاش، فهو حس انه هو المعني بالموضوع وانه هو البطل المخلص لهي البنت. فبيحاول يشوف من وين اجت هي الاوراق، فما بيشوف غير بنايه واحده هي مقابل هي الحاويه، فبيقرر اقتحام هذا البناء للبحث عن اماني. يعني نحن في عنا حتوته ظاهره، طفل عم يدور على بنت، لكن في إلى إسقاطات، في إلى معاني، في إلى رمزية. هو كان عم يدور على أمانه وعلى أمنياته وببلش بهي الرحلة عم يداوي وجعه من خلال غيره. تماماً. فهو هون هي الرحلة فيها كتير من الرسائل، قديش نحن بحاجة اليوم لحتى نكون سند لهي الشريحة من الأطفال، لحتى نكون داعمين لإلها، لحتى يلاقوا أمانهم وأمنياتهم، دعمهم واحتضانهم واحتضان مواهبهم ورعايتها، لحتى نكون نحن السند لهم ليتعافوا من آثار الحرب يلي عاشوها خلال السنوات الماضية ويكونوا أفراد منتجين وفاعلين وإيجابيين في مجتمع صحيح ومعافى. تمام. يعني يمكن المشاهد ده بيشوف الفيلم بشكله النهائي ما بيعرف أنه في اليوم رحلة من التحضيرات، من التعب، من الجهد. خلينا نوضح اليوم كيف كانت التحضيرات، كيف كانت استعدادكم لحتى أطلقتوا الفيلم. الفيلم انكتب قبل 5 سنين، شاركت فيه بمسابقة سيناريو سينما الأطفال في المؤسسة العامة للسينما وأخذ جائزة عام 2021، وعليه تم تبني الفيلم وإنتاجه في عام 2022. البحث عن شركاء حقيقيين في هذا الفيلم كان هو الأصعب. رسالة الفيلم كتير عميقة، تحتاج إلى تبني، إلى دعم لحتى يكون الكل معني بهذا المشروع. وفقت، يعني بعتبر حالي محظوظ بأني وفقت بشركاء حقيقيين، ابتداء من الطفل بطل الفيلم حمود أبو حسون، واحفظوا هذا الاسم جيدا لأنه حيكون أحد نجوم سوريا في المستقبل. هو جدا موهوب وجدا
حساسيته عالية ورفع يعني من قيمة الدور بشكل كتير كبير وأدى بما هو مطلوب منه. بالإضافة لأنه شرفني الراحل الكبير أسامة الروماني بأنه كان مشارك بالفيلم لتبني لرسالة الفيلم وعاد إلى السينما بعد انقطاع ل 42 عام من خلال هذا الفيلم، وللأسف لم يتسنى يعني له مشاهدة الفيلم، توفي قبل عرضه بأيام لروحه الرحمة، وأنا أهديت العرض الأول لروحه. شركائي الآخرين كانوا على نفس السوية من الحرفية والتبني، الأستاذ الكبير جمال العلي، الأستاذ القدير عادل أبو حسون، القديرة صباح السالم، الفنانة المميزة نجاح مختار، الفنانة مادونا حنا، وأيضا مضر عساف، وطفلتين اليسار نعمان وروسيل إبراهيم. الجميع كان عندهم حالة تبني، أيضا الكادر الفني كان على مستوى عالي من الحرفية والمهنية. كان معي مدير التصوير والإضاءة الأستاذ باسل سراولجي، اشتغل شغل جدا رائع. إدارة الإنتاج وائل يونس، وإدارة الإنتاج العامة لمهند إبراهيم. كان في حالة تبني من كل فريق العمل حقيقة، حتى وصلنا لأفضل نتيجة. المونتير وائل طه أيضا بذل مجهود كبير، الجميع صراحة بذل كل ما يستطيع لحتى نوصل لأفضل نتيجة ممكنة ضمن الإمكانيات المتاحة. وعطوا من قلبهم أكيد لنجاح العمل. يعني حضرتك كمخرج وككاتب للعمل فيلم أماني، اليوم قديش حسيت بهذا المجهول وقت شاف النور، أنه هو هيك مثل ما بيقولوا راح كل التعب، وهيك فرحت بمولودك الجديد يلي صار هيك بين الناس، صاروا يشوفوه، شف ردات فعل الناس كيف كانت، قديش هيك صار عندك ثقة أكثر، طاقة أكثر، قديش أنت هيك شايف حالك بكل فريقك كمان؟ أجمل شعور هو لما بتحصدي نتيجة تعبك، لما بتصلي للنجاح. نحن يعني أي عمل فني ينجز هدفه هو الوصول إلى الجمهور، ونحن عندنا مشكلة الحقيقة اليوم بأنه الأفلام القصيرة هي ليست متاحة للجمهور، لا يمكن عرضها إلا من خلال المهرجانات، والمهرجانات نحن معنا مهرجانات حاليا كله متوقف، فهذا عم بيحد من وصول أي منتج من خلال الأفلام القصيرة للجمهور. نحن صورنا بعام 2022 بآدار، أكل معنا العمليات الفنية وقت سنة كاملة لحتى جهز الفيلم. سعيت لأنه هذا الفيلم يوصل لأكبر شريحة، ففكرت أنه شو هي الطريقة لحتى نحن نعرض هذا الفيلم بمناسبة تتواءم مع رسالته، فكان اليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفال وهو اللي بيصادف 12 حزيران. بنفس الوقت تواصلوا معي فريق شمس التطوعي من مدينة السويداء، وكانوا عاملين حملة خلال الأيام 12 الأولى من شهر حزيران لمكافحة عمالة الأطفال من خلال عدة فعاليات وأفلام فيديو كانوا مصورينها، وطلبوا أن يكون داعم لهم بهذه الحملة. فأنا شفت أنه أفضل دعم ممكن يكون هو أنه نحن ننسق جهودنا مع بعض ونعمل ختام حملتهم بيوم 12 حزيران من خلال تقديم عرض خاص لهذا الفيلم حتى الناس تشوفه. تقدمت بالطلب لإدارة المؤسسة العامة للسينما، وتم تبني هذا الطلب من قبل الأستاذ مراد شاهين مدير عام المؤسسة العامة للسينما، بوجه له تحية، وحددنا الموعد وقدمنا دعوات لكل المعنيين بشأن الطفولة يلي صراحة ما شفنا منهم حدا، ولكن المحبين والداعمين من المحيطين من إعلاميين وفنانين وجهات فردية وأهلية كانوا متواجدين. الصالة صراحة يعني كانت ممتلئة تقريبا على أكملها. كان في حالة تبني للفيلم. الفيلم في عدة مستويات من المشاهدة، فيك تشوفيه بقصة عادية عم تشوفيها وتتفاعلي مع قصة إنسانية، فيك تغوصي أكثر من خلال الرمزيات اللي مقدمة فيه من خلال العناوين والحوارات والصورة. الصورة كانت هي العامل الأكبر والأساسي في توصيل هذه الرسالة، والموسيقى أكيد. بوجه تحية كمان للمؤلف الموسيقي خالد رزق اللي قدم موسيقى جدا مميزة للفيلم.
ردود الأفعال كانت جدا إيجابية جدا جميلة بعد الفيلم، الرسائل وصلت بعدة مستويات، عملنا مناقشة بعد الفيلم فرصدت أنه العالم كانت شايفة أدق التفاصيل ووصلت الرسالة كما نريد، وهذا هو الهدف الأساسي من هذا الفيلم، نحن نوصل صوتنا. الفن لا يمكن أن يعالج المشاكل لكنه يقدمها ويقترح حلول ويحفز ويحرض على إيجاد الحلول للبحث عن هذه المخارج لكون كلنا شركاء في بناء سوريا المستقبل كما نحب. أكيد. يعني سمير، خلال حديثك عن الفيلم ذكرت أنه كانت البطولة لطفل، أيضا بدنا نوضح أنه كان في عدة أطفال بالفيلم، خلينا نحكي صعب اليوم التعامل مع الأطفال، كيف تم تدريبهم، كيف تم تأهيلهم لتصوير الفيلم؟ أصعب أنواع الفن هو ما يقدم للأطفال أو من يكون صناعه من الأطفال. فأنت اليوم لما بيكون في عندك فريق من الأطفال أنت عندك مهمة مضاعفة، مهمة المخرج هو إدارة الممثل، فيجب أن يكون لديك ممثل بالبداية حتى يعني تديري بشكل صحيح. رحلة البحث عن البطل كانت رحلة شاقة، إنما توفقنا بأنه وجدنا البطل الصحيح. الطفلتين الأخرتان كانتا يعني موهوبتان أيضا، وهذا ساعد في رفع مستوى الفيلم. التدريب صراحة أنا هون بدي وجه تحية للأستاذ عادل أبو حسون، هو والده لحمود أبو حسون، يعني تولى هو موضوع تدريبه. كان عنا أكيد جلسات قبل التصوير وبروفات، إنما الجهد الأكبر في تدريبه كان على عاتق الأستاذ عادل أبو حسون. أنا كنت أطلب منه ما أريد في كل مشهد، وكان هو متدرب على ما تم الاتفاق عليه. وعند التصوير كان في حالة شغف لدى هذا الطفل لتقديم أقصى ما يستطيع بحماس وشغف وحب. عندما انتهينا من آخر يوم تصوير وكانت عند الساعة يعني 1 صباحا وكان منهك، يعني تصوير طيلة النهار، زعل أنه خلص التصوير، أنه خلص نحن بكرة ما راح نصور، ما في تصوير، فأنه خلصنا هذا الفيلم بس أكيد راح يكون في عنا مشاريع أخرى. هي الحالة من الحب، حالة من هذا الشغف الموجود عند الأطفال من الصغر، هذا كله لمسوه العالم وقت شافوا الفيلم. النظرة في مشهد بيكون راكب بالسيارة وبالسيارة اللي هي الشاحنة اللي تبع عمه وبيمروا من قدام المدرسة فبيطلع برفيقه، هي النظرة ما في حدا ما وصلته، ما في حدا ما عملت له غصة بقلبه. قديش كان متقن بهذه النظرة وعم يحس بالانكسار وهو حاسس انه حلمه عم يبعد عنه، نظرة ما بينه وبين رفيقه، رفيقه فايت على المدرسة وهو رايح على الشغل بحاويات القمامة. فبعتقد انه رسالتنا وصلت، بذلنا كل ما نستطيع من جهد ضمن الامكانيات المتاحة، ونتمنى ان يصل الفيلم لابعد مدى، ان نشارك فيه في مهرجانات خارجية وان ينال جوائز بما يستحق وأن تصل رسالته إلى كل العالم. نعم أكيد، يعني عفوا هي الرسالة لازم تعالج ضمن مجتمعنا، ويمكن شفنا كمان في مسلسلات تلفزيونية كتير حكت عن هذا الموضوع، ولكن لازم يعالج لأنه حرام الأطفال وحرام المشهد اللي عم نشوفه بالشارع. نتمنى يوصل صدى نجاح الفيلم للجهات المعنية، ويعني يصير في هيك شوي معالجة لهذا الوضع. سمير، خلينا نحكي اليوم نحن بعصر السوشيال ميديا، بعصر التكنولوجيا الحديثة، حكينا عن الفيلم ولكن أكيد في البرومو نزل على ممكن صفحاتكم، ممكن في ناس نزلوا كستوريات. خلينا نحكي قديش مهم اليوم السوشيال ميديا بحياة المخرج والكاتب، قدي مهم انه كمان مو بس الموجودين بالصالات، بجوز في ناس هنا خارج البلد ما قدرانين يشاركوا فرحة نجاحك للفيلم، كمان كان لهم صدى، كان لهم مشاركات بالرأي بالنجاح بالفرحة. خلينا نحكي اليوم السوشيال ميديا بحياتك، هي اكيد سلاح ذو حدين، ولكن بالنسبه لفيلمك كان لها هيك وقع ايجابي؟ اكيد اليوم السوشيال ميديا هي الاعلام الجديد، الاعلام الوافد اللي له متطلباته وله شروطه وله اليه التعامل معه. هو اليوم حاله ايجابيه اذا عرفنا نستخدمها صح، بتوصلي من خلالها لاكبر عدد من الجمهور
بأماكنهم، أنت بتروحي لعندهم، منوفر وقت، منوفر جهد، منوفر حتى مال بهذا الموضوع. أكيد كان في تفاعل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي، كان في تغطية إعلامية من وسائل الإعلام التقليدية، واللي هي بدورها اليوم عم يكون كل شغلة موجود على السوشيال ميديا، فنحن شاركنا كل ما تم تغطيته لهذه الفعالية، وتم التفاعل معها بشكل كبير من داخل سوريا ومن خارج سوريا. أنا بحكم عملي كصحفي وإعلامي عمل بالإعلام المرئي أيضا، فعندي علاقات واسعة، أجاني ردود أفعال جدا جميلة من داخل سوريا ومن خارج سوريا، من لم يتمكن من حضور الفيلم والعرض الأول شاهد المقاطع التي بثت وشاهد اللقاءات والتقارير والمقالات الصحفية التي كتبت، فكان في حالة من الرصد التي يعني نقلت الحالة ونقلت الرسالة ونقلت ردود الأفعال، وكان هناك عين تشاهد وترصد كل ما يتم تناوله من خلال هذا الفيلم، فأعتقد أن الرسالة وصلت. وأيضا السوشيال ميديا اليوم مثل ما حكيتي حضرتك هي سلاح ذو حدين، يجب أن نفهمه، نفهم كل خفاياه وكل أبعاده حتى نقدر أن نديره بالشكل الصحيح ونستفيد منه بأوسع مدى، وأن لا يكون هو حالة من الفوضى أو حالة سلبية تؤثر على مجتمعنا. يجب ضبطه بالوعي وبحسن الإدارة، لأنه اليوم ما فيك تمنعي الناس على دخول المشاهدة، إنما هي تحتاج إلى رفع نسبة الوعي ومستوى الوعي ورفع الكفاءة في إدارة هذه الوسائل إعلاميا بشكل جيد. أكيد. يعني قديش ممكن اليوم السينما قادرة توصل صورة التلفزيون والمسرح ما بيقدروا يوصلوها؟ لكل وسيلة خصائصها ودورها في الحياة. اللي فيك تقولي بتقرير تلفزيوني ما في داعي تعملي له فيلم، واللي بدك تقوليه بفيلم ما في داعي تعملي له عرض مسرحي. كل وسيلة وكل مجال له خصوصيته في التعاطي من خلال التجهيز لهذه المادة أو هذا المجال، ما يتطلبه من أدوات عمل ومن رسالة. السينما تعتمد على الصورة، تعتمد على الدخول إلى الخطوط الحمراء بطريقة ذكية. ما يقدم بالسينما لا يمكن أن تقدمي في تقرير تلفزيوني، لا يمكن أن تقدمي في لقاء تلفزيوني، لا يمكن أن تقدمي في مسلسل تلفزيوني، لأنه السينما هامش الحرية فيها أكبر، وتستطيعين أن تقتحمي يعني من خلالها أفكار قد يكون من المحرم الاقتراب منها، ولكن بذكاء، بعيدا عن المباشرة، بطريقة فنية تحترم ذائقة وعقل المشاهد. العرض المسرحي أيضا له متطلباته، والدراما التلفزيونية لها متطلباتها، وأيضا الإعلام لكل وسيلة خصائصها ومتطلباتها حتى تصلي إلى جمهورك المستهدف وتقدم رسالتك بطريقة تحترم هذا المشاهد أو هذا الجمهور وتحققي الفائدة ورجع الصدى المطلوب. نعم. يعني نحن بدنا نقول لك ألف مبروك، وناطرين أكيد أعمالك القادمة بكل نجاح ورسالة تكون هادفة وتلاقي صدى. شكرا كثير لك. أنا كثير بدي أشكركم، أنتم شركاء حقيقيين دائمين، كنتم متواجدين بالعرض الخاص ودائما تواكبوا كل جديد. تحية لكم في كادر الإخبارية من الإدارة وكل العاملين فيها، وشكرا لكل وسائل الإعلام التي رصدت هذا العرض الخاص للفيلم ولكل شركائي بالفيلم. شكرا جزيلا لكم. شكرا لك أستاذ. يعني هيك بكون خلص مشوارنا الصباحي، بقية نهار حلو لك يا ليا، وبقية نهار حلو لكم مشاهدينا. لا تنسوا تتابعونا بكرة بنفس التوقيت، ومن هلأ لبكرة تبقوا بألف خير. باي باي. أنا بدي أتمنى لك نهارك حلو هايدي، وبدي أتمنى أكيد إن شاء الله هيك كل أمنياتكم تتحقق ويكون يومكم مثل ما بدكم وأحلى. تبقوا بخير. باي باي.